الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الأوكرانيين على طريق تحقيق أهداف احتجاجات اليورو ميدان التي شهدتها البلاد قبل 6 أعوام. هذا ما أكده القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا ويليام تايلور، الذي سجل مقطعا مرئيا موجها إلى الأوكرانيين في يوم الكرامة والحرية. في مثل هذا اليوم قبل 6 أعوام توجه الأوكرانيون إلى الميدان مطالبين بالتغيير. أراد الأوكرانيون مستقبلا أوروبيا وتنفيذ إصلاحات وتحقيق المساواة والقضاء على الفساد. إجراء الإصلاحات ليس بالأمر السهل، فهو يتطلب جهدا ومثابرة. 6 أعوام هي وقت مهم بالنسبة لأوكرانيا على هذا الطريق، والولايات المتحدة تدعم أوكرانيا لتحقيق أهداف اليورو ميدان.